السنتين دول على خير يا سيدي وبعدها توبة. ما فيش داعي للاشكالات بقى، عشان لما انت قلت كده مش تعمل حسابك. ما فيش داعي بقى الغرض ده بقى. طب روح يا عارف. طب يا سيدي اللي سامح كريم، ولو ما سامحتش يا رب هتعمل ايه؟ وبعدين بقى يا اخي هيحصل ايه؟ حقك عليا انا ما نقصدش، مين عارف؟ مش يمكن نبقى اصحاب وحبايب؟ وعلى راي مثل ما محبه الا بعد عداوه. التاديب ده معناه ان مش هطلع افراج بثلاث ارباع المده. مستعجل على الافراج ليه يا زبادي؟ ما احنا بنخرجه ونرجعه تاني. لكن انا مش ناوي ارجع. اهو كلام، كلنا في الاول قلنا كده. اسم كريم ايه؟ زكي الغلبان، والشهرة الثعلب. باين عليك يا زبادي، محسوبك سيد الاسكندراني، دكتوراه في السرقة. حرام يعني. بلاش احراج، ولعبتك ايه؟ مهرب. بضاعة ولا مزاج؟ مزاج. لعبة حلوة يا زبادي ومكسبها عالي. أحلى من السرقة اللي تقل القيمة. والمهرب هو اللي له قيمة؟ ما كله بينام على البرش. بس المهرب بيتقال عليه معلم، تاجر. بس انا نويت اتوب علشان اخوات البنات. ها قولي لي يا ام جابر، شايفه ايه في الرجال؟ ها قولي شايفه ايه؟ لازم تلاقي لي عريس لحسن اخلاقك، لازم تطلعي لي عريس النهارده في الرجال مخلوقك وربنا. يا رب يا رب تريح قلبي من الشعب والنبي يا رب. نفسي يا ام جابر، نفسي في راجل يا اختي اتجوزه ويقعد معايا واخلف منه ويهنيني لحد ما اجيب اجل وادفنه. هيحصل يا اختي، هيحصل. هيحصل يا اختي، اصبر الله عليك، لسانك بيلقط شهر ده اعمل فيك ايه؟ بس اللي مجنني يا ام جابر، اللي مجنني ان ما فيهاش حاجه بتتعامل. بص يا اختي، عقله ورزينه، اسم الله عليك، الله اكبر الله اكبر. لا وحلوه حلوه حلوه يا ام جابر، حلوه يا اختي. بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كل الرجاله اللي جوزتهم دول محدش قدر يفهمني، ما كانش عندهم صبر، جاتهم نيله نقص اللي ما في واحد فيهم عمر معايا لحد الاربعين. فنجانك المره دي جميل ومليان رجاله. انا نفسي في واحد بس، واحد بس. بس في حد محلق عليكي ومنع عنك الرجاله. اه معمول لي عمل، اكيد معمول لي عمل. انت يلزمك زار. زار ده يا وليه؟ الزار ده بيعملوه الناس اللي عليهم اسياد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احفظهم. دستور دستور يا مباركين، دستور. انت بخويكي واحد من اياهم وهو اللي محرم عليكي صنف الرجال. يا اخي قامت على عيشته بقى، ساب النسوان اللي في العالم دي كلها وجاي يخوينا انا الموكوس. شوفي مين يا سوسو. ها قلت ايه؟ يعني لو عملت الزهر اتجوز؟ هيحصل يا اختي. يا اختي ربنا يخليكي، اعمل زهر اعمل زهر واتنيل اتجوز. في ايه يا خميس؟ مكتب الكمبارس ضرب تليفون، عاوز حضرتك بكره للتصوير. متشكره قوي يا خميس، وانا نازله هدي لك الحاجه. انا الليله دي هبيت لك على القطر واشوف لك طلباته ايه واقول لك عليه. يا اختي اي طلبات يطلبها، بس يتنيل يخرج من جدتي ويعتقني. تقعدي بالعافيه. الله يعافيك يا ام جابر. والله علي اولع لك صوابع شمع يا جميل. انت دمك شربات وعجبك قوي. لا 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 قاعد مش هنا،
امال فين يا ملوعني؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين يا راجل هنا؟ طلعي احسنك. في ايه يا عديلة خضتيني؟ طلعي احسن ورحمة ام اشرب من دمك من دمه. انت اتجننتي يا عديلة؟ انا محفظ الدور اللي همثله في الفيلم. مش هيحصل يا سوسو. لا هيحصل يا عديلة. اشمعنى انت بتجرينا ورا فتح الكوتشينة والفنجان؟ انا عشان اتجوز بالستر. وانا بجري ورا السينما عشان ابقى نجمة الملايين. استاذ عطية ايه؟ القفاطيني. عطية القفاطيني المحامي. والكارت بتاعي مع سيادتك في كل شيء عني للتعرف ليس الا التصريح. تمام. ولا مانع من الزياره. شكرا، بس ارجو النظر في الموضوع لانه موضوع حساس ودقيق ويتعلق بالاحوال الشخصيه. اي انني اريد السماح لي بمقابله السجين على انفراد. مفيش مانع، تقابله هنا في مكتبي يا شاويش حافظ. سمعتني عن فجور؟ تخسر يا حاده. ولع بقى. زيارة زكي الغلبان من المحامي. محامي؟ محامي ايه؟ انا ماليش محامي. طب اروح اقول لهم بقى رفض الزيارة. لا بس روق دمك، ما تبقاش حامي كده. انا جاي معاك لما اشوف ايه الحكاية. ازيك يا زكي؟ وحشتنا يا ثعلب. عطا انت اتجننت تعمل محامي؟ افرض انكشفت. عيب، ده انا تخصص تزوين، ده البطاقه والتصريح اللي زورتهم ما خروش الميه. انت مش ناوي تتوب وتشوف لك سكه تانيه؟ ما انا توبت، بس دي بعملها خدمه للمعلم الرومي، اصله راجل جدع ويتخدم. معلمين اليومين دول كلهم طينه واحده. الا المعلم الرومي، لا ده لما عرف ان المعلمين بتوعك شالوا ايدهم وما بقوش يبعتوا لاخواتك فلوس زعل قوي وتأثر. معلمين ورق الا الرومي ده بعت فلوس لاخواتك. لازم اراها حاجه. عايزك في عمليه ما يقومش بيها الا الثعلب. سوري يا كابتن، انا اعتزلت. طب العب الماتش ده واعتبره اعتزال، تتلاقي مع القرشين الحلوين. ده المعلم الرومي هينغنغك من واسع. ينغنغني واخد انا تأبيده ويمكن اعدام؟ الاحمر بيد الله. لا ما تضيعش فرصه العمر. اهرب. اهرب؟ انت جننت؟ انا عاقل وعايز مصلحتك ومصلحه اخواتك. مالهم اخواتي؟ كلام كتر، وبالاخص سوسو البت لونا ولسنا عماله تسن. مستحيل مستحيل. انا اخوك وصاحبك، اسمع كلامي واهرب. اهرب ازاي؟ أنا هزور لك الأوراق اللي هي العملية هلمة وحقك فيها آلاف الألوف. درست إخواتك وأنت هوب على أوروبا تعيش لك يومين حلوين. باسبورك جاهز. زيارة انتهت. شد حيلك شد حيلك، ما تحملش هم يا زكي. ألو. أي إيه؟ مين؟ عطية إيه؟ مين يا طاطا؟ ده واحد بيقول انه محامي واسمه عطية وحاجة كده. حاجة دي دلوقتي عطية جربان المقشف. مقشف؟ نعيما يا معلم. نعم الله عليك يا حلوة يا طعم يا جميل يا حتة من قلب المعلم. هتموت. التليفون. التليفون. حتى التليفون عزول. أيوة. عملت إيه؟ كويس. طب جهز نفسك بقى. بقول لك إيه؟ وديت الأمانة لإخواته؟ إخواته مين؟ إخواته البنات يا. اوعى تكون اختلست منهم حاجة. مع السلامة يا حرامي. ايه حكاية اخواته دي يا معلم؟ ايه ناوي تلعب بديلك؟ ديل ايه يا طاطا؟ الله، هو في معلم بديل؟ الله، ما احنا صبحين على الصبح حلوين وطعمين وزي السمن على العسل. ايه بلاش اغير عليك؟ في ديلك يا حق. بقولك ايه؟ جهزت الفحم. على الصبح كده يا معلم نفسك يتقطع. المعلم الرومي عمر نفسه ما يتقطع. جهز الكوارع يا طاطا. مالك يا زبادي؟ من ساعة ما طلعت الزيارة وأنت ساكت. ما تتكلم. محتار. مش عارف أعمل إيه. في إيه؟ افتح لي قلبك، داني مجدع وزمالة البرش ليه اعتباره كيان. عاوز أهرب. عمرك أطول من عمري. وأنا كمان عايز أهرب. بس يلزمني واد مزور تمام.
يعني ممكن؟ طبعا ممكن. تعرف ازور؟ اه موجود وجاهز. تعرفه كويس؟ ايوه اللي ظهرنا قبل كده في الزياره اللي فاتت. اللي كان عامل محامي؟ تبلي جنية، بس قاعدين نفكروا له في شويه اوراق يزورها لنا. قال لي هزور لك اوراق مسبوكه وهجيبها لك في الزياره الجايه. تبقى اتحلت. يعني مضمونه؟ الا مضمونه. ما يتقاليش انا الكلام دي. ده انا اعرف واد السجانين اللي هنا فروت. هو اللي هيسلك لنا المسائل. المسائل معايا. طيب اقول لك ايه، بعد ما الصفاره تضرب ما نخرجوش مع المساجين من الباب العمومي ونعوقه شويه. ليه؟ بعدين هتعرف، انا مستنيك جوه. طيب هنخرجوا من الباب ده يا زبادي. طيب وسبع البرمبه اللي واقف بره؟ ما هو ده الفروت بتاعي يا زبادي، بس احنا ضربوها ونطه عشان نسبك المطلوبه. يلا. مش قادرة تصبر لحد ما اخرج. خد بالك منه. حاضر يا فندم. فتح عينيك، حط في ايده الكلبش. حاضر يا فندم. يلا قول. ولع لك صابع شمعي يا جميل.
انت لو كنت جوزتها لي مش كنت لميتها؟ يلا كرمله مره، يلا زرع عديله، هدي هدي بلديله. شكشوك يا شكشوك، شكشوك يا شكشوك، افهمينا شكشوك يا شكشوك، شكشوك تحت امرك، ده بعتنا جوزي. اختك مش واعيه يالا، شممها بصل. انزل استناني تحت عند سيد. طيب فوق يا عديله، فوق يا عديله وكلميني. هقول لك ايه عن احوالي، شكشوك يا مشكشك، هقول لك ايه عن احوالي بعد اللي عملته فيا. يا عديلة انا اخوكي زكي، كلميني. زكي ايه؟ خرجت افراج؟ لا انا هربت. هربت؟ ما انا اهلك مالوش الوان. انا هربت بعد اللي سمعته عنك انت وسوسو. سمعت ايه؟ بنهرب حشيش؟ انت بتعايريني يا عديلة، وانا اللي سبت دراستي بعد موت ابونا واشتغلت باليومية علشان اجيب لكم فلوس. مشيت في الطريق الغلط، هربت حشيش علشانكم، ضيعت مستقبلي علشانكم. حقك علي يا اخويا يتقطع لساني من الغلوغ منك ليه يا شكشوك الكلب، لخبطت لي حالي. وايه بقى حكايه الزار ده؟ احنا برضو بتوع كده. اعمل ايه يا زكي؟ ما هو من غلب يا اخويا، نفسي اعمر مع راجل واعيش معاه واخلف عيال كتير واملى وقت فراغي وافضل هاتم على عيال. ايه الحب في ايه يا اختي؟ عيني دي وعيني دي، يا دي زباله يا زبز وجميله، حلوه الام او طعمها ولوزه الام. وين؟ بطي مصروف الرقب، سيب شعرك، سيب شعرك. اما يجي ابوك يا لهوي هتموتوني يا عيال، اطلع من هدومي. ايه يا اختي؟ امسك يا زكي، في حاجه سامعاها. في ايه يا ابو كوثر؟ مالك ومال ولادي يا ولية يا عشانة؟ نعم؟ انت حاطه نارك من وراهم ليه؟ لا اسمعي ما اقولك، فوقي نفسك وشوفي انت بتكلمي مين؟ ده انا عديلة بنت ام عديلة، بس يا ولية يا عشانة ما تجيش قهوة من ولادي خالص. ايه ده يا ام جليلة؟ انت جننتي كمان؟ مالك ومال العيال يا ابن بيتك؟ عيب يا عديلة، شفتي اللي هيرد عليك؟ شفتي بقى؟ وليك مين اللي بتكلميها؟ بنت ام ولادي يا زكي، بنت ام ولادي. انت بتكلمي نفسك؟ طريقتك دي هي اللي بتطفش مني كل الرجاله، مفيش راجل يستحملك. ليه؟ شايفني نكش شعري وما شايف حد فيه؟ بحط في الناس بعالي صوتي؟ يا عديلة انت نسيتي لسانك الطويل وشتمتك المتنقيه؟ ده انت اتجوزت 10، ده انت المحاضر اللي اتعملت لك تملى لوني. طب اول بختي انا ذنبي ايه؟ انا يا دوبك اتجوزت من هنا والمعازيم مشيت من هنا، طب ساكت من هنا يا نوب، يعني ما كملتش 24 ساعه جواز. طب والتاني اللي فتحت دماغه بايد الهوم؟ كان سكري ومرتي بياكلني طاقه والطاقه التانيه في علم الغيب. طب والمسكين اللي خدت هدومه وجريت على اسم تعملوا له محضر وتتهمين انه عايز يقتلك؟ كان بيبقى وحي ما بيسمعش كلام، وانا الراجل اللي عاندني ما يقعدش على ذمتي. واللي حبستيه في الحمام كان مفتاح عايز يستغل عافيتي، كل يوم عايز يغير يغير يغير، ده في يوم غير 3 مرات. على العموم يا عديلة اللي فات مات، اصبر عليا اسبوع وانا هجوزك جوازه مؤبد. منين يا حسره؟ هتجيني فلوس، وانت عارفه الفلوس تجوز القرده للغزال. زكي لسانك بقى عامل زي مواسير الصرف الصحي. مش قصدي، فين سوسو؟ سوسو دي عايزه اطمر قابتها يا اخويا. هي فين؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ بتشتغل مع جماعه بتوع السينما في شارع الهرم في المحلات اللي اسمها ايه عديله؟ اه اللي بيمسكوا فيها الجماعه اللي بيختزوا
اخو البنت سوس وجدع بلطجي. انا الاستاذ غرام اكشن بيشتغل معايا بلطجيه. البنت دي مش عاوز اشوف وشها خالص. اتفضل برا. خش خش. احنا من امتى كنا بنقعد معاك؟ تبعد عن السكة دي خالص. انت مالكش دعوة بيا. سيبوني اشوف مستقبلي. مستقبلك مش في السكة الغلط. خد العبرة مني. انا مشيت في السكة الغلط. اتسجنت. ومهما تبت الناس مش هتغفرها لي. يا شماتة بنت ام جميلة فينا. هتفوت على البيوت وتعملنا زي اللي بنى ابوها. ما تفتحوش. استنوا للمرة. مين اللي بيخبط؟ ده انا ام كوثر جايه ابوس راسي.
هنا ليه يا قلب؟ انا كنت بحمل البراميل في سيخ يا بيه. في سيخ؟ يلا اطلع من هنا. حاضر يا بيه. انت خش هنا وانت خش هنا، تعالوا ورايا. ما تيجي يا طاطا. انا داخل انام. الله، مش لما نشرب الشاي اللي بالعنبر؟ ماليش نفس الليله دي. خبر ايه يا طاطا؟ ايه الكلام المدغمس ده؟ رواق مال، ما تخسرنيش. وانا ايه بقى اللي كسبت عشان اخاف اخسرك؟ لا ده كلام كبير قوي. ايه الحكايه يا طاطا؟ لا حكايه ولا روايه، شيل ده من ده ارتاح ده عندك. بقول لك ايه، انا احب الكلام اللي على ميه بيضة، ما احبش الكلام المغلي اللي يموع النفس. انا عايز افهم، انت ليه ما انتش عايز تتجوزني؟ ايه تاني يا طاطا؟ ما سبق قلت لك ان انا راجل اعرف ربنا والشرع محل الاربعه مش خمسه. استغنى عن واحده منهم، قال لي اذا كنت انت مش قادر. الكلام ده ما يتقالش للروم يا طاطا. الله، ثم انت ناقصك ايه؟ ما انت عايش اهو في شقه تمليك، ونسوان الاربعه عايشين في شقه اربع اوض والدش مشترك. انا مستعد اسكن في عيشه، بس احس ان انا بني ادم وليا ورقه. ورقه؟ بتقولي ورقه؟ يعني المعلمه اللي انا فيها كلها دي والهيلمان ده كله ما يسواش عندك ورقه طاطا؟ الله، تكونيش فاكره ان انا خايف من الورقه بت؟ ما هو التلاقيح الاربعه اللي عندي كل واحده فيهم عندها ورقه. تبلاها وتشرب ميتها. بقول لك يا طاطا، تعالي افتحي شراعه نافوخك خلي النور يخش. انا ما اقدرش اعيش بالشكل ده، وكمان مش عايزه اخسرك، لكن من حقي لازم افكر في حياتي. ليه حقي في الكلام ده كله؟ كلامك كله صح، لكن اسمعي، بعد ما تخلص ان شاء الله العمليه الكبيره حد جواب شك بانتهاء الخدمه لنسوان الاربعه، وتبقي انت الورقه الوحيده في حياتها. جميل، ايه رايك؟ عداني العيب؟ هقول ايه؟ خليني ولا الروم لحد باب الدار.
تغبش يا تبادي عند الرومي. ربع ساعة زمن. أصل أبو السيد لطش العربية دي. عايزين نلحقوا نرجعوها قبل ما صاحبها يبلغ. احلى صباح على الوش الملاح. ايه ايه رايح على فين انت؟ ايه مش دي شقه الرومي؟ اي يبقى انا صح. اقول له مين؟ الثعلب. هو انت؟ والحلوه بقى اسمها ايه؟ انا طاطا. مع السلامه يا طاطا. اتفضل. الثعلب يا معلم. اهلا وسهلا. جاي بدر يعني؟ الوقت من دهب اللي اصحى بدري انتاج اكتر. طاطا اعملي كوبايه شاي للثعلب. تحبوا ساده ولا بالعمر؟ عمر يا بت ده نظام ينسون. اتفضلي. عينيا. انت مالك عصبي كده ليه؟ كده مش هنعرف نتفاهم. مش عاوزين نضيع وقت، خش في الموضوع. تعالى نخش. افتح المزاد. مزاد ايه؟ احنا هنهزر. ما انا متعود على شغل المعلمين. هقول لك كذا هتقول لي كذا. انت لسه ما عرفتنيش. كان لازم تسال على الرومي قبل ما تقابلني. اللي في السوق مش محتاج يسال. الساده. انت هتاخد كام؟ مش لما اعرف الاول بضاعه قد ايه وجايه منين والتسليم فين. انت هتدخل معايا شريك في العمليه ولا ايه؟ خليك هادي عشان الحوار يبقى بناء زي ما بيقول. عنده حق يا معلم. التفاهم بالهداوه يبعد عنكم العداوه. البضاعه 3 طن. رزقه كويسه. جاي عن طريق البحر. التسليم في راس صدر. عملية مش بسيطة ومحتاجة شغل كبير. مفيش حاجة تكبر على الثعلب. ده المعلم معتمد عليك وقايل ان العملية دي لازم لها الثعلب. وانا عند حسن القول ومش متأخر. بص لي هنا وكلمني انا. شوف يا معلم انا هاخد ارنب. ارنب؟ ده كلام هبالة. كلام ناس مش عاوزة تشتغل. انت جننت يا ثعلب؟ من غير قلة أدب. يا تقول يا تقول لا. انتوا اخوات برضو الكلام اخدوا عطا يا جماعة. بقول لك ايه يا ثعلب؟ هي كلمة ورد غطاها. أنا هديك 500,000. تخسر معايا. أنا ما أحطش رقبتي على كفي في مبلغ زي ده. اسمع رومي، ما تاكلش لوحدك. اللي ياكل لوحده الأكل يكتم على نفسه. قلت إيه؟ أمشي ولا استنى؟ تمشي ده إيه؟ ما تهدم مال. ولا أنت ابن سابعة؟ ايوه بس العمليه صعبه ومحتاجه مصاريف. وانا بقى لما رقبتي تيجي تحت حبل المشنقه. بعد الشر. يا سلام بعد الشر. خايف عليه قوي. مش خايف عليا لما طلب مني ارنب حاله. اسمع رومي، تدفع ارنب انا جاهز. ما انتش جاهز شوف غيري. مش كده ولا ايه؟ خليك معايا كلمني انا. الامر شورى وانا احب اشور. ولا عينها شويه فحم. ايوه كده روق امال. اعمل معاها شاي بالعنبر. عنبر ما ينفعش دلوقتي، مش وقته، احنا بنشتغل دلوقتي. ايه بقى حكاية الشاي اللي بالعنبر؟ لا دي مسائل عائلية. لما تكبر هتعرفها. شوف يا ثعلب. أنا هدفع لك الأرنب، بس عندي التسليم. أيوه بس العملية محتاجة مصاريف، وأنت عارف إن أنا خارج ملط. يلزمك كام؟ ربع ربط كلام. ربع بداية شغل، نص عند التسليم. استبينا. وايه اللي خلاك تختار المكان في راس صدر يا معلم؟ أجمل مكان تشوفه عينيك، منطقة تهمل، هادية، رايقة، ما فيهاش دوشة، ونقدر نشوف شغلنا بالراحة. يا سلام على مخك النظيف يا معلم. حقيقي اللي يفكر كويس يحتار البوليس فيه يا زبادي. مش كده ولا ايه؟ ايه لحد ما اشوف واعاين. ده فيها بلاش جاهز واللوكاندا على البحر عادي. بصي قدامك هو رايح واحنا نشوفه.
ايه ده؟ دي جنة. فاستفسك دي حاجة تطول العمر والله. هتهارم عليك يا زبادي. زبادي ايه يا ولد؟ اسم المعلم الرومي. اصحى. بيهزر يا سيد المعلمين. يهزر؟ ده يهزر معايا بعد مليون سنة واضربه برضه. اصحي. صحي يا فتحة شجاعة نافوخي. شيء خيالي. حتة مكان أنا ما شفتوش في حياتي خالص. يا أخي أنا من يوم ما شفتك وأنا مش مرتاح لك. أحسن. البضاعة هتترمي من الباخرة قدامنا هنا في خليج السويس، واحنا بقى هنطلعوها ازاي يا زبادي؟ نعم يا حبيبي. ده سؤال تسأله؟ هو الثعلب بعت لي تلامذة ولا ايه؟ ده انا دافع له ارنب. هدي نفسك، انت اقدم مننا وعندك خبرة برضه. اسمعني انت وهو، اللي يفهمني يكلمني واللي ما يفهمنيش ما يلزمنيش. فين الثعلب؟ انت عايز ايه مني؟ انا عايزك كلك على بعضك. ما تنكرش عليا، انا يا حبيبي اللي ربنا الزمن. يبقى احنا الاتنين تربية واحدة، وبصراحة انا عايز اتجوزي. وجاي على نفسك ليه؟ بقولك ايه، ابعد، ما انتش قد الرومي. انا قد الرومي واجدع منه، بس انت اديني كلمة. قال على رأي المثل، من الثعلب للرومي يا قلبي لا تحزن. بدل ما تغني عليا يا حبيبي، جوز اخواتك الاول. رخص عليه معلم فتان. وقال لك ايه تاني يا ترى؟ قال لي اقفل شراعه مخي علشان ما اسمعش اسطواناتك وكلامك اللي زي بتوع السيما والروايات كده. بكره هتندم. اندم؟ ومن امتى انا مش ندمانه؟ انا يوم ما اتولدت الندم اتلف في ملايا وعمل داية. وكلامك اللي زي بتوع السيما والروايات. ايه رايكوا بقى في الفكره دي؟ فكره تجنن يا زبادي. ده الجن اللي اسمه جن ما تختارش على باله. حقيقي اللي سماك تعلب ما كدبش. طبعا تصوير فيلم عن التهريب، اهو ده التزوير الاصلي اللي على الطبيعه. اللي بيشتغلوا في الافلام بيسموه اقتباس. الفيلم الافرنجي ينقشوه طبق الاصل. وجاني يسموه احمد، ومارجريت يسموها منى. تمام يا زمان. وبص تلاقي اخر الفيلم البطل والبطله يندهوا على بعض. احمد منى، احمد منى. هدوء يا ابني، هدوء. من دلوقتي قرار، انا المخرج وعطى المصوراتي. صح، انا المصوراتي. عشان كان عندنا فكره من ايام ما كنا بنشتغل كومبارس في الافلام. يا خوف يا بدران، لا تطلع ما بتفهمش في الاخراج ولا حاجه. مش مهم اكون بفهم، هما كلمتين وبس. كراكيب عشان ستوب. يعني ايه دول يا زبادي؟ ما اعرفش، انا سمعت المخرجين بيقول كده وبس. وانا هنعمل ايه؟ انت هتشتغل مساعد مخرج، وساعة اللزوم ممثل. ايه ده؟ ده فيلم سيكو سيكو بقى. ما تبقاش متسرع، انا هسافر وانت معايا. هتفق مع الممثل القديم اللي اسمه الكوماندان، هبلفه وغريب الفلوس. طب ما نجيب البنت سوسو تمثل معانا، يمكن تتفك عقدتها وتهمل واتجوزها. ما تسبقش افكاري. وانت يا سيد خليك مع الرومي، اوعى تبعد عنه. انا ايه يا زبادي؟ الرومي واللي مع الرومي. وبعدين عايزين هنستجلو. تعال اطلع وضب لي هدوم. كله في التمام اخر القسطة. عايزين نتكلم على الاوبيجي. اطلع بردون. سكسكيوز مين؟ طب يلا يا سكسكيوز.
جاهزين يا جماعة؟ جاهزين يا أستاذ. أنا عاوز حرارة في المشهد، أنا عاوز الكلام يطلع من القلب مولع يا حنان. حاضر يا أستاذ. أنت حنان؟ أنت غدت ليه؟ التصوير جاهز؟ جاهز. الإكران ده هنا شوية، اتفضلوا. كلاكات؟ جاهز يا فندم. طور. عشك يا بلبو 31 أول مرة. أكشن. يا معسلة أوي يا بطاطا. قرب ودوق. دواقين. يوه ياسين اتاخرت ليه ياسين؟ معلش يا بهية، كنت بلم الغسيل لامي. عارفه انا جاي على هنا عديت على ايه؟ على الحاره اللي شافت اول حبنا. يوم ما يتنسيش، ده انا فاكره كلامك الحلو. هل تذكرين في حي بولاقي قعدتنا نشكو هوانا كخدام اللي خدامه تنسابه في مزاريب الماء ادمعنا وتختشي وتقولي يوه يا ندامه. طب يوه اختشي بقى. هايل يا استاذ هايل. شوفوا لنا كوماندان السينما وصل ولا غيره؟ وصل يا استاذ. يا مرحب. دق يا مزيكا. وقف وقف وقف. حد اخوات الفنان اللي بيحب فنه يحب مواعيده. انا هعرفك باتنين من الشباب اللي هيكونوا لهم مستقبل باهر. تعال يا حنان. المستقبل قال. اهلا يا كوماندار. اهلا يا كوماندار. انا كل املي امثل ادوارك اللي مثلتها في شبابك. نعم يا اخويا. شبابي؟ امال انا ايه دلوقتي؟ لا ما تميز يا جدع انت، ما الاستاذ لسه في صبابه، ولا انت شايفه يعني عجز وماشي على عكاز؟ ما تميز يا متنور. احمد قصده ولا ما قصدوش؟ ما تبطلوا تمييز ده. ده الواحد منكم بيطلع سلمتين بينها خلاص، والاستاذ اسم الله عليه يطلع فوق الهرم سايب ايديه. خلاص يا جماعه، خلاص اتفضلوا. بس انا لا قريت سيناريو ولا عارف اعمل ايه. انت ما عندكش فكره عن الكوماندان ولا ايه؟ انا هفهم حضرتك، بس اتفضل. يا رب يا تهديه وتخليه يشتغل، يا تاخده وتريحني منه. يا شيخ ده جايلك يا عسل. ازيك يا عسل؟ ازيك يا نفيسه؟ حسن يا شيخ، محدش بيشوفك ليه؟ هتشوفيني ازاي وانا شغال مع الكوماندان السكه واقف حالنا؟ لا يوقف حاله اكتر ما هو. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا امثل دور ثانوي واب كمان؟ يا كوماندار اش حساس؟ حساسيه وبتاع ايه يا راجل؟ من دلوقتي هعمل دور اب؟ مفيش تذوق فن صحيح، عشان كده السينما خسرت. اللي يشتغل مع عيال. يا شحته، شفت الراجل النحس؟ انا عارفه، اكيد رفض فقر وعنطزه. منك لله يا اللي في بالي. انا كوماندان التمثيل وحتة عيل يكلمني بالشكل ده؟ ما هو لازم يا كوماندان. لازم ايه؟ هتقولي الفلوس؟ طز في الفلوس، انا فنان. ما هو سكس تشوز مي بقى؟ طول ما انت ماسكني على قولة فنان دي هموت انا من الجوع. طب مستني ايه؟ اتفضل حصادهم اللي سابوني وكنت فاتح لهم بيت الكية. انا كوماندان التمثيل وهفضل كوماندان التمثيل على طول. ها! على رأي المثل. الو؟ انا كوماندان. نعم؟ هو في كوماندان غير سعيد الغندور؟ مش هشتغل في الافلام الهايفه بتاعتكم دي. انا ما كانش يديني الدور المناسب في الفيلم المناسب مع المخرج المناسب مش هشتغل ابدا. يلا. الله الله الله، خد انت بس روق دمك كده واشرب. ايه ده عصير يوستفندي صنع ايديا وحياه عينيا. انا في افلامي لما كنت امشي مشيه الفتاكه الغمزه البسمه اللفتة، ما كانش فيه بنت تخرج من السينما على بيتها أبداً.
امال تخرج على فين؟ على الاسعاف فورا. صح يا بنت الحلال، خليني اكلم البطان واخلص مصالحي. ما هي بقى مصالحك مش اكتر من مصالحي. هو اللي نعيد ونزيده؟ احنا من السابق اتكلمنا في الموضوع ده فصل وانتهينا. الله، هو حق عليا يعني اللي جاتش معايا طاطا؟ خلاص شيل ده من ده، ارتاح ده عنده. ده انت وليه ممله، كل ما اكلمك تقولي لي ده من ده وده عنده. ده انت وليه عكنانه. ما تقولش وليه. امال اقول لك ايه؟ انت مش حرمه؟ ده انت مش عكنانه بس، ده انت خميره عكنانه. دلوقتي انا خميره عكنانه؟ حاضر، ايه هسيبك الدنيا كلها وامشي. تعالي بس. وبعدين يا طاطا تعالي كده، بقول لك ايه؟ ما تعملي لنا شوية شاي بالعنبر. كان زمان يا اخويا وجبر. جاتك البلا في قلة مزاجك. الو زوربا، الروم يتحدث. يا طاطا انت اتجننت يا زبادي؟ زهقت من حياتي وعايزه ارتاح. الانتحار عذاب يا زبادي. ارحم العذاب اللي انا فيه. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ الاسم والنصيب. اسم والنصيب؟ لا اسم والنصيب هم اللي رموني مع الروم. مخلوق ملوش قلب، سنين من عمري ضيعتها معاه وانا عايشه على امل وعشم. انزل اللي فات يا زبادي، وعلى راي المثل اللي فات مات والميت بيتنوه وينسوه وعيش حياتك. وهي فين حياتي؟ ده كرهني حتى في نفسي. بقول لك ايه، ممكن تثقي فيا يا زبادي وتصدقيني. من كتر ما سمعت الكلمه دي بقيت اخاف منها. صدقيني وما تخافيش، انا مش هوعدك بحاجه لحد ما اثبت لك اني صادق. ايدي في ايدك يا زبادي، واني كل قرش هيطلع لي من العمليه ده هنكتبه باسمك. ما تعشمنيش اكتر من لازم يا سيد. انا مقطوع يا زبادي، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت. انا نفسي تبقي انتي اختي وامي ومراتي وحبيبتي وكل حاجه عندي. نفسي اصدقك. صدقك يا سيد. طاطا كترت العنبر طبعا يا معلم. السلام عليك، وانت رايقه بتعجبيني، بتبقي طعمه قوي. انا ليه اللي انبسطك يا معلم؟ يا روح قلبي معلم. ايوه اهو ده سيد اللي كلمتك عنه. الله، الواد زبادي ده. ايوه ده زبادي. زبادي تعال. انا صباح الخير يا زبادي. طاطا كلمتني عليك كلام كبير قوي. يا ترى خير؟ كل خير يا سيد. شوف انا اصل انا تشدني قوي الجدعانه، واموت في الراجل الجدع. والراجل الجدع يحب يشتغل مع الجدعان. علشان كده المعلم انبسط امبارح لما كلمتني عن شهامته ورجولته وجدعانته. هو ده شيء معروف عن المعلم وسط كل المعلمين. انت منين يا هلا؟ انا من اسكندريه، كنت بشتغل مع المعلم غانم الشرنوبي. غانم الشرنوبي؟ يا سلام، ده من الجدعان اللي مفيش منهم دلوقتي. لا في، انت يا سيد المعلمين. انت بتقولي فيها؟ انا بس اللي فاضل من جيل الجدعان والفنجريه. ولع زبادي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. زكي بيقول لك الفلوس دي عشانك بقى. يا خرابي، شلمات، عشرات، مئات. احمدك يا رب. تعالى قول لي انتوا متنكرين ليه؟ هو انت لازم تتقص في كل حاجه؟ ضربه تكبسك بعدين هبقى اقول لك. يلا يا سوسو. اصبر شويه. ما تخلي عندك دم وتمد ايدك تساعدني يا باي. يعني لو كان اخوكي زكي رضي يجوزك ليا مش شوف اوعك كده ما ناقصش الا انت. انت اللي هتجوزك انت يا مقشف. عيلتي المقشف دي انضف عيل. اشرف عيله بقى مرت ايه اخوي؟ ابوك اللي قاعد طول النهار على حنفيه الميه. انا كمان ما اقبلش ان انا اكون الزوج الحادي عشر. يلا يا عروسه المستقبل. بقول لك ايه؟ انت لو ما بطلتش النغمه بتاعتك دي انا هقلع الملاسونه. ومش هتخلص خلاص. هقلع الملاسونه. روح لبيت.
هتسرقها؟ ليه يا بيه فتشوها ليه؟ خير يا اخويا في ايه؟ في بيتي تعلب؟ في حد بيربي في بيوته وتعالب؟ ده حيوان. انا ربي قطط، اربي كلاب. زكي الغلبان ما تجيبليش سيرته، قطع ده مسجون. هرب من السجن؟ ايه لا اسمعي، احنا مراقبين البيت والمنطقه، لو عرفتي مكانه خليه يسلم نفسه احسن له. يسلم يا بيه، يسلم يسلم يا اخويا. الراجل هبد الحصيرة على الأرض، كسر عظامي، ده هي تهد حيله. الحقوني الحقوني، تعال هنا. رايح فين؟ رايح فين؟ الحقوني يا عبيلة. يا خرابي عبيلة، حشرك الحشرة الصعبة دي. اتعدني الراجل قلب الكنبة، كان عارف وصفني. بقول لك ايه، خلي بالك البوليس مراقب المنطقة كلها، والنبي يختم نبي اخوك. معلش معلش، حقك علي. رد على التليفون يا شهر. ماشي يا كومندان، يا رب فك النحس عننا يا رب. اسمع. نعم. اي حد؟ انا مش فاضي لمدة سنتين، عندي اربع سيناريوهات وخمس مسلسلات، فاهم؟ مرزوم بقى سكسكيوز يا كومندان، ده الواحد نسي شكل العملة. وبعدين معاك نفس اللي بقولك عليه. مرزوم سكسكيوز. الو. نعم، الاستاذ بيقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم جد؟ في ايه يا شحت؟ ده واحد بيقول انه مخرج من امريكا عاوزك في فيلم، واسمه المهم الاسم، المهم فيلم كبير، فيلم عالمي، بيج برودكشن. المهم بنتعشى. ايوه يا فندم، سعيد غندور بنفسه. اهلا اهلا بيك يا كوماندان. انا خلي بالك البوليس مراقب المنطقه كلها، والنبي يختف نبي اخوك. معلش معلش، حقك علي. رد على التليفون يا شهر. ماشي يا كومندان، يا رب فك النحس عننا يا رب. اسمع. نعم. اي حد؟ انا مش فاضي لمدة سنتين، عندي اربع سيناريوهات وخمس مسلسلات، فاهم؟ مرزوم بقى سكسكيوز يا كومندان، ده الواحد نسي شكل العملة. وبعدين معاك نفس اللي بقولك عليه. مرزوم سكسكيوز. الو. نعم، الاستاذ بيقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم جد؟ في ايه يا شحت؟ ده واحد بيقول انه مخرج من امريكا عاوزك في فيلم، واسمه المهم الاسم، المهم فيلم كبير، فيلم عالمي، بيج برودكشن. المهم بنتعشى. ايوه يا فندم، سعيد غندور بنفسه. اهلا اهلا بيك يا كوماندان، انا يشرفني ان اقابل سيادتك، علشان عندي فيلم محدش يقدر يقوم ببطولته غيرك، ولو اعتذرت انا هلغي الفيلم وارجع امريكا تاني. مش تفهمني ايه الحكايه؟ اوكي يا كوماندان، ثانك يو، انا جاي في الميعاد. ممكن تفهمني بقى يا زكي انت جايبني هنا ليه؟ حدي لي فرصه عمرك، انت مش عايزه تبقى بطله؟ انا هخليك بطله في الافلام. انت بتتكلم ازاي؟ انت من امتى بتفهم في الاخراج؟ يعني انت بتفهمي في التمثيل؟ احنا هنعمل حاجه سيكو سيكو، وهتمثلي قدام سعيد غندور كوماندان السينما. لا بقى، ده نظام دجل وتمييز، افهمها. الله، انت مالك؟ هو انت هتمثلي قدام حلاقي؟ اخرم عينك. يعني فيلم من اللي بيطلع في السينما؟ امال بيطلع في الاسانسير؟ معقوله يعني همثل قصاد سعيد غندور؟ تمثلي قدام اللي خلفوه كمان، وهعمل لك دعايه ما حصلتش. لا الحكايه دي فيها ان هي هتامنها لك اهي، يعني لو كنت وافقت اتجوزها لي. بقول لك ايه، اسمعي سوسو، الفرصه ما تجيش الا مره واحده في العمر. يعني معقوله الكوماندان هيوافق انا امثل وانت تخرج؟ مالكيش دعوه، الولد اللي بيشتغل عنده كان زميلي في السجن، وانا اتفقت معاه على كل حاجه. يا زكي انا خايفه، خايفه على نفسي وخايفه عليك، منين هتجيب فلوس ومنين هتخرج؟ الاخراج ده حاجه سهله قوي، انا عندي فكره من ايام ما كنت كومبارس، واقدر اعمل الشويتين اللي بيعملوه المخرجين. طب والفلوس؟
مالكيش دعوة، أنا أعرف واحد مهل بيرشم المقاولات وعاوز يعمل فيلم لبنت مستلطفة. والصنف ده فيه منه كتير غاوي، المهم عنده إنه يقعد مع بتوع الأفلام، يسهر ويكوع دم قلب، ناس حوالي. طب بقى أنا عايزة اسمي يتكتب سوسو نجمة الملايين مع سعيد غندور الفنان الكبير. الكبير في السن؟ ما هو أصله في الزمان ده من كبر سنه تتقل قيمته. يلا يلا مش وقت حكم، غير هدومك علشان نلحق الميعاد. ماشي. يا أهلا يا أهلا بالثعلب. أستاذ زيكا يا متخلف. أنت مش شايف ولا إيه؟ باردون سكسك مين؟ سويت الكوماندان عالجنبين شوحته وطلب الأكالة. يبقى نلعب. بس شممنا أول ريحة الفكة. مش وقته يا جشع. فين كوماندان السيما؟ فين؟ فين صاحب النظرة النعسانة والبسمة الفتانة؟ أشوفه. يا عيني على الشباب، يا عيني على الجمال، على الرشاقة، على الحيوية، على الصحة، على الجبروت. فنان مأصل. أنا بمارس كل أنواع الرياضة وده سير شباب. طول عمرك شباب على طول يا كوماندان، لا كرش ولا هنش. هيطلع قدام الهدوم بخوب الخيل عشان تصوير النهارده. اتفضل. هو في استديو النهارده؟ اطلع يلا. باردون سكس كيوز. احب اقدم لك نفسي، انا المخرج زكي والاسم الفني زيكا بالنسبه لاني دارس في امريكا. اهلا. وده الزميل عطر، اول دفعته في التصوير من مقاطعه تزوير لاندا. تشرف. صدق من قال سحر الصبايا وفاتن النساء. انا اعرف واحده جوزها رمى عليها اليمين اما شافها معلقه صوره الاستاذ سعيد غندور في البيت. الحكاية دي حصل منها كتير ولغاية دلوقتي. ده غير حوادث الانتحار. واللي اتجننه ده كل قضايا الطلاق اللي في المحاكم بسببه، وكل اللي في مستشفى المجانين منه. امال انا خايف اتجوز ليه؟ طب اتصل بالاستوديو لما يجهزوا يطلبوني. حاضر يا كوماندان. هو ايه موضوع الفيلم بالظبط؟ موضوع هيكسر الدنيا. فيه الحب، فيه اللوعة، فيه الهجران، فيه الحرمان. عظيم. هذه المواضيع اللي الفنان يقدر يبرز فيها مواهبه، خصوصا لما يكون زي في نشاطه وحيويته. نحن نلاقي زيك فين يا كوماندان ينفذ خطة الأستاذ زيكا؟ أصدق خطة الإخراج. تصور في أمريكا مسمين أسلوبك في الأداء والتمثيل بالغندوريزم. يا سلام. وانا في تزوير لاندا اما كنت اقف اصور كان الخلق تتلم تتفرج عليا اما يعرفوا ان انا من البلد اللي خلفت سعيد الغندور. صح صح صح. ناس بتفهم بتقدر الفنان مش زي اللي طالعين اليومين دول. انت خلتني اكون اسلوب جديد في الاخراج وهو البيج كلوز فيكس بالبانوراما. يا سلام. طبعا. يا اسلوب جديد بسمع عنه لاول مره. او كده يا اخي عشان يقدم للناس سينما جديده وفن جديد. انت شوقتني عشان اقرا السيناريو اتعايش في الشخصيه وانفعل بيها. السيناريو هيوصلني قريب لانه بينكتب هناك في الاله كاتبه. لا في الامريكا. ايوه امريكا. ايوه صديق لي امريكاني عجبته الفكره، لما عرف انك انت هتكون بطل الفيلم صمم انه لازم يكتب السيناريو بنفسه. عظيم عظيم جدا. طب دلوقتي انا يهمني اعرف مين اللي هتمثل قدامي دور البطله. بنت جديده صغيرة في السن تليق عليك، حلوة لهلوبة، مثلت كتير أوي في الجامعة وخدت جوائز كتيرة وهتموت وتمثل قدامك. بس الخوف يا كوماندان إن أنت تبص لها بصة من بتوعك فالبنت تطب ساكتة وما نكملش الفيلم.
لا لا ما تخافش، كتاكيت اللي من النوع ده انا بتعامل معاهم باسلوب الخاص بحنية. طيب ممكن لو سمحت والله يا كوماندان اخذ بس شوية صور علشان اقدر اتعايش معاها؟ انا ما عنديش مانع ابدا. طيب لو سمحت ناوي يا استاذ عطا، لو سمحت عايز شوية تنوعات بوزات تشكيلات حاجة كده كونسبشن لو سمحت، انا هخلي العالم كله في السينما العالمية يتكلم عنك، هخليك روبرت تيرور للشرق الاوسط، جريجوري بيك السينما العربية، جيمس دين السينما المصرية ليميتد. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا كوماندان اتفضل. أهلا وسهلا في الشاليه. أهلا وسهلا في الشاليه. أنت مالك أنت مالكش أهل جوا عليك. أهلا وسهلا في الشاليه. أهلا وسهلا في الشاليه. إيه النظام يا زبادي؟ مش فاهم. يعني إحنا هنعمل إيه؟ إحنا؟ يعني إيه إحنا؟ إحنا أنا وهو أنا وأنت وهو. إيه المطلوب؟ السرعة يا زبادي. المدة لو طولت مش حلو. وعلى رأي المثل التهريب يحب الخفية. آه. أنا هقابل الرومي واتفق معاه علشان يعمل اتصالاته مع عملائه بسرعة. طب والخطوة التانية؟ نظام صرف الأتعاب والحوافز. ما هي مفهومة. أنا هاخد نص الأذن وأنت ربع وهو ربع وكل واحد يروح لحاله. طب ما نخلي حالنا مع بعضه وأزور لكم تلات بازابورتات ونكت سوا على أوروبا. أنا هكت على اليونان. بلاش يا فرادي يطلع عليك سمعة مش كويسة. اللي بيروحوا لها بتقع في الآخر فاسدة. احلى حاجه ليك لندن اللي بيهربوا هناك اللي نهبين الملايين. مش مهم بفكر في الكلام ده بعدين. انا دلوقتي هروح استعد والبس لبس الاخراج. انا هلبس لبس الحرب. يلا يا حبيبي انت وهو اتسرع عشان نخلص العمليه.
بقول لك يا اخويا، ممكن تستكشفني؟ يعني انت جاي لك الدنيا ما لقيتيش الا انت تقولي لي الكلام ده؟ ليه مالي؟ وحشه؟ بتعبره؟ ايه مش عاجباك؟ دي يابا ناس ماتت تحت رجليها. بقول لك ايه يا اخ؟ تاخدها وعيني على التلفزيون على برنامج عالم الحيوان. تسمح؟ اسمح يا جميل. شايفين؟ اهي دي البني ادمين الواحد ياخد ويدي معاها. طلباتك يا قمر. انا غاوية التمثيل ونفسي موت اطلع على الشاشة. ده انتي تنوري الشاشة. تعالي يا قمر. طاقة جميلة بقى مع ساسة دي اجمل مني. ده ما عندوش اي مفهومية عن السيمة. ما حد يسيب لطيفة الرشيقة دي. الجميل قاعد لوحده ليه؟ عايزين نقعد مع بعض لوحدينا. طب ما احنا لوحدينا ازاي والدوشه اللي حوالينا والعيون اللي بتبص علينا؟ اسمعي، قبل التمثيل عاوزين نقعد مع بعض لوحدينا وناخد على بعض ونعمل بروفات مع بعض. يا ريت. بس فين؟ في اوضتي مستنيني. هو ما يجيش. امشي. انت تعب تغطس. بتروح على فين؟ اروح على فين يا زبادي؟ هو هنا في حته الواحد يروح فيها؟ يا خوفي لا تكون صوابعك بتاكلك وعمال تقلب في الاوض. عيب يا زبادي، انا تبت عن السرقه خلاص. انا عايز اكل لقمتي بعرقي وشرفي. لا واحد يقول لي مخرج ومصدق نفسه وده يقول لي عرق وشرف. العالم جرى سيادتك خدته ده كان ايه؟ ده فيتامين يا جاهل. يا كومندون مفيش فايده. بس طب بقول ايه؟ ما تنساش تاخد دواء الضغط والسكر. النهارده انا حاسس ان انا شباب اكتر من كل يوم. اسمع، النهارده عندك اجازه طويله، ما توريليش وشك خالص. اخد. اهلا بالجمال. اهلا. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا بالاوتيل. اتفضل اتفضل. انت ضلنتها ليه؟ كفايه امورك عليا. انا في حلم ولا في علم؟ انا موجوده مع كومندان السينما وحمثل قدامه. انا اللي مش مصدق ان حمثل قدام الجمال اللي يخبل ده. تصور يا كومندان. ويل سعيد سعيد. بس احنا خلاص بقينا زملاء وحماسي قدام بعض. لا لا لا، كتير عليا كل ده يا سعيد. اول مره اسمع اسم ملحن بالجمال ده. صوتك في مزيكا، وشك يغير من القمر. خساره انك ما مثلتيش من زمان. اصل بابا الباشا كان رافض، وماما الهانم كمان، واختي اللي في لندن خصمتني، واخويا الكبير الدكتور كان بيضربني. اخص علي. هما الحلوين اللي زيك يتضربوا يتباسوا. الايدين الايدين الحلوين دول يتاكلوا، يتلفوا في حرير، يتلفوا في سلوفان. مش للدرجه دي. لا اكتر من الدرجه دي. قولي، تحبي تتمرن على ادوار العيش والغرام ولا ادوار الصد والهجران؟ انا بموت في الادوار العاطفيه. اه الكوماندون فاس اللعبة؟ لعبة ايه؟ ده بيلعب اللعبة الكبيرة. سوسو عنده جوه في الأوضة. في الأوضة؟ أيوه. هقتله. هتخش السجن. هطرده. هيبوظ الفيلم. حط إيديك حوالين وسطي. بص في عينيا. قولي لي عينيك بتسحرني. عينيك بتسحرني؟ أنا حولتي. شفايفك بتلهبني بتشحنني مش طايق. في ايه يا استاذ؟ سيبينا لوحدينا. انا كنت بعمل لها جروب وبمرنها. بتمرنها على ايه؟ دي خامه طيبه جدا. بلاش الحاجات دي معايا. دي بقى يعني ما تكبرهاش قوي. خليك راجل امريكاني. احنا شباب زي بعض. بعدين نتفاهم. زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ سكسكشوفني يا سكومندان،
انت جاي تمثل في الفيلم ولا تمثل على البيت؟ يا خطيبة يلا. ده انا هعمل حتة فيلم. انت ايه اللي وداك عنده؟ كنا بنعمل بروفة. البروفة فيها شفايفه وعينيكي؟ اوه ما هو ده كلام الحب اللي في الافلام. انا فيلمي ما فيهوش حب؟ فيلم فيه قتل؟ فيه ضرب؟ فيه موت؟ فاهمة؟ ابتسمي وخليك عادية عادية عادية. أرولم لا مؤاخذة يا زبادي، الرومي عايزك. طيب امشي دلوقتي امشي امشي. أيوة يا زربة، الرومي يتحدث من راس صدر. راس يا أخي الهد بتاع الصدر. إيه الأخبار؟ الأخبار زي الجمهورية تمام. ألو أيوة، بقول لك إيه، مش عايزين تأخير. أنا مش فاهم حاجة خالص، دول بعتني ناس بترطم. وريني. اتفضل. اوكي سير. سير ايه؟ انت بتكلم حزام؟ سير يعني حزام؟ دي ناس بترطب ارطب زيهم. الجو هنا جميل وصافي. ده واحد بيرطن عربي مكسر. مكسر يبقى الصيني. مش تقول له جميل وصافي؟ ليلى مراد حضرتك. الو تشانك، ازيك يا تشانك؟ وازيك تشانكا؟ عاملين ايه دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ المانجا استوت؟ عال كويس. انا كل اللي يهمني الفل الابيض، اصله مطلوب هنا قوي. مع السلامه تشانك. مع السلامه. طمني. هيرموا البضاعه في البحر وهيدوني خبر بالميعاد. كويس. فنجان كله قايد شام، وهتسمعي خبر كويس بعد نقطه واحده. يا رب يا ام جبري يا رب. مين؟ يا رب الست عديله. جرى يا جماعه؟ احنا هنشتغل ولا لا؟ حد يرد عليا؟ فين الناس اللي معايا؟ ايوه يا زبادي، في مساعد مخرج يقول يا زبادي. انت بتشتغل مساعد مخرج ولا لبان؟ احنا جاهزين يا استاذ. جاهزين؟ جاهزين؟ يعني الاقي الممثلين قدامي هنا؟ حاضر يا استاذ. خلصني يا عطا، خلصني يا مصوراتي. اكسسوار؟ فين بتقول اكسسوار؟ جاهز يا استاذ. طيب اتفضل استريح على المجهز. امال استعجلتوني ليه؟ ده انت غريب. اتفضل. غريب قوي. اتفضل. اهلا وسهلا في الاوتيل. انت مزعج. اهلا وسهلا في الاوتيل. اتفضل اتفضل. اتفضل يا اخي. يا اخي اتفضل يا اخي. غريبه يا استاذ. من غير زبادي عايزين الرقاصه اعتذرت وما جاتش، نلغي الشغل. ما تيجي تخرج بدالي. رقاصه ما جاتش مش مهم عندي. الغي خلاص الغي اي واحده بدالها ترقص. طيب ايه رايك في طاطا؟ فكرة مش بطالة، بس المعلم يوافق. سيبها على عبد الله، أنا بعون الله مخلي الجن يوافق. طيب البس لبس التمثيل واجهز. يلا هوا. أنا جاهزة، ممكن أعرف أعمل إيه؟ طيب تعالي معايا بس، تعالي معايا. إيه تعالي معايا؟ بس هقول لك. اتفضلي يا ولد، اتفضلي. هنعمل إيه بالظبط يا أستاذ؟ حوالي دلوقتي، حوالي دلوقتي. أنت عصبي ليه النهاردة؟ أنا لا أناقش. دي بنت طايشة واهلها ما عرفوش ربوها. ممكن تتكلم باسلوب مهذب عن كده؟ وانت استغليت اعجابها بيك وقعدت تزن على ودانها وتغريها. يعني هقول لها ايه بالظبط؟ انت غريب زي ما كنت بتقول لها في الاوضه. بص في عليا، عينيك بتسحرني، شفايفك بتشعللني. وبصها؟ لا. جاهزين يا استاذ؟ لحظه واحده. جاهزين يا استاذ؟ ورانا افلام تانيه وعايزين نخلص بقى. انت في اوضتك بوستها؟ ما انت قطعت علينا البروفة لما دخلت. بقول لك يا حياتي، انا وافقت لك بمزاجي، انما عاوزك ترقصي تبقي راجل في الراس، والا اجيب لك عليها وطيره. اطمن يا حبيبي، ما دام وافقت لي اطلع مع بتوع السيما هرقص لك انت لوحدك. انت بتهبل ايه؟ بتعمل ايه؟ بره يا اخي اطلع، انا بقيس عليها النور يا استاذ. ومش معنى هي اللي تقيس عليها النور، ما عندك 100 واحد يقيس عليك. اهو انتاج. اتفضلي. خلصونا بقى! خلاص! كل واحد في مكانه! يلا! يلا! استعد بالصوت! كله اجهز! خش كلاكات! ايوه! استاذ ابتدي من رجليها واطلع لفوق! ايوه! جدك اول! ايه تجيب رجليها وتطلع لفوق؟ هتجيب رجليها عكس رقبتك! خش كلاكات! اهو! دور! 15/5/9 مرة زيكا فيلم قدم! رولين
استاذ عطا. ايوه ديالوج جاهز يا استاذ. مبسوطة يا أمر الزمان فوق ما تتصور. وأنا معاكي بنسى الدنيا بنسى نفسي. وأنت لمسة إيديك بتزود دقات قلبي. سلامتك سلامة قلبك يا جميل. ستوب نعيد تاني. يا أستاذ اثبت مكانك نورك بيروح من عليك. أنا واقف مكاني ونورك قدامي. أنت بتكذبني؟ أمال أمال ده بيعمل إيه ده يا أستاذ؟ ده شغله. يلا تاني خليك طبيعي. عايز احس بالمعنى مش عايز تمثيل قوي. مفيش داعي تقرب منها وتمسك ايديها قوي. راعي برضو ان في ناس قايلين عليها. يعني ايه الكلام اللي ملوش معنى ده؟ ويعني هو اللي كلامه ليه معنى؟ ما احنا نقدر نقول الكلام اجدع منه مليون مره. احنا ناس حلوين قوي بس ما بنرضاش. خلي بالك ما تاكلش النور. رالم علم. صراحه طبعا مره مبسوطة يا قمر الزمان فوق ما تتصور. تسمح يا والدي؟ في حاجة حضرت؟ ما تكلمنيش بالفصحى. انت صغير على اللي بتعمله ده. اولا حسن ملفظك. انا ملفظي كده وكل واحد حر في ملفظه. اللهم اخزيك يا شطان. انا هقول لك الحقيقة. اسكت انت هيسابك بعدين. اللي بيني وبينها شريف بصراحة بصراحة أنا عاوز أتجوزها. تتجوزها؟ أنت يا راجل أنت مش طبيعي. ليه مش طبيعي؟ بصراحة هو بيحبني وأنا بحبه. يا أخي عب البرص. مش كده؟ عيب. أنت بتقولي عيب؟ طب خد عشان تحرر. إيه ده؟ دم؟ المشهد ما فيهوش كده. إخراس أنت لكلك على وشك. ستوب. كويس عندك يا عطا؟ كويس بس لو عيبنا تاني يكون أحسن عشان الروسية ما جاتش مظبوطة. لا اطبع اطبع. يلا بينا احمد. استنى لما اشوف هيعملوا ايه. قوم احسن يجيبوا رجلينا. يلا قوم. النسوان فلس. بقول لك ايه؟ جدع اللي اسمه اهلا وسهلا في الاوتيل منع التصوير مزرجن خالص. هدخل له واجيب دابه. تقدر تقول لي ليه منعت التصوير؟ التعليمات كده. بس انت كنت موافق وفرحان وعملت لنا الزع في دماغنا باهلا وسهلا في الاوتيل لحد ما بقى في تسجيل في نافوخي باهلا وسهلا في الاوتيل اهلا وسهلا في الاوتيل اهلا وسهلا في الاوتيل. انا بقى عايز. انت اتغيرت خالص. مش انت الشاب الوسيم اللي انا كنت متخيله وعارف انا هعمل منه ايه. انت والدك كان عايش في امريكا؟ وليه بقى السؤال ده؟ فيك شبه كبير من زكي رستم. انا يا خساره ضيعت مستقبلك. انا ممكن اجيب تصريح حالا دلوقتي بالتصوير بس انا هبعت اجيب انتوني كوين عشان يمثل الدور اللي انا كنت مختاره له. ارجوك ارجوك ما تضيعش مستقبل حياتي. ارحمني من العذاب. انا عايش العمر كله عشان احقق الامل ده. عايز امثل والناس تتفرج عليا وحققتها وماما. انت ليك ماما وبابا كمان. دي ماما كانت دايما تقول لي روح ربنا يفرج الناس عليك. انا هحقق ليها امنيتها وهفرج عليه خلق الله كلهم. بس المشكله التصريح بالتصوير. ومين الحمار اللي يمنعك؟ انت. انا تحت امرك. روح صور واعمل كل حاجه بس على شرط اطلع في السينما والناس تشاور عليا وتقول وائل اهو وائل اهو وائل اهو وائل اهو وائل اهو. ستوب. ايه ده يا وائل؟ ده انت عيل حقيقي. ده انت غريب. امسك نفسك. احنا وسام في الاوتيل عايزك ما تضيعش دقيقه من عمرك وطول ما انت عايش تفضل تقول اهلا وسهلا في الاوتيل اهلا وسهلا في الاوتيل اهلا وسهلا في الاوتيل بكل الاشكال المختلفه لحد ما يبان لك صاحب. اهلا وسهلا في الاوتيل اهلا وسهلا في الاوتيل وسهلا في الاوتيل. ايه المنظر اللي هيتصور دلوقتي؟ قصدك المنظر اللي هيتصور يا استاذ عطا بالشين. اهلا وسهلا في البلاج. وبعدين معاك يا وائل ما تزعلنيش. اهلا وسهلا في البلاج. وائل اهلا وسهلا في البلاج. اهلا وسهلا في البلاج. كوماندان سوسو بتهرب من حبك وانت بتجري وراها. بجري جري يعني؟ ايوه جري. امال هتجري ازاي؟
ولا انت صحتك مش مساعدك؟ ازاي ده انا بطل رياضي من زمان. وانت عطا تفضل تجري وراه بالكاميرا وتصوره؟ انا وراه والزمن طويل لغايه ما يقول حقي برقبتي. قول لي النهارده في ضرب راس برضو؟ لا النهارده جري. طب بعد ما حصلها وبذكرها هعمل ايه؟ لما تحصلها يبقى يحلها الحلال. اجري اجري جري الوحوش. تصوير مالنا ومال التصوير. النضاره الخضراء اللي هتوريني عريسي اللي هعمر معاه واخلف منه. نضاره تحت الاشعه الخضراء. البت ايه ده؟ الراجل ده بيجي يمين. سوسو شكشوك شكشوك. يا خاين مش مكسوف على طولك وانت بتجري وراها؟ لا اجري ورا واحده زي بتتلقف على راجل. انت مين؟ انا مين؟ انا عديله. ايه عمرك ما سمعت على عديله؟ ايه اللي جابك يا عديله دلوقت؟ ليه كده ولا كمان ربنا ادالك يا شكشوك؟ ده انا عملت عشانك عمايل محدش عملها واخرة المتمة اجي اظبطك بتجري ورا بنات الناس يا شكشوك. انت مين بالظبط؟ أنا اللي كنت بدور عليك. أنا اللي قلبي ناداني. حد يحش المروة دي عني يا أخوانا. أنا بلوى أنا بلوى يا خاين يا عديم المروة. ما تحاولش معايا يا زكي. الجدع ده هتجوزه يعني هتجوزه وإلا هتطير فيها الأب. وأنت عارفني بقى متخلفة رسمي. طب افهميني بس، أنا بصور فيلم. وأنا هصور لك أتير. الجدع ده مش لازم يفلت مني إلا على جثتي. انت عرفت منين ان انا هنا؟ اختي اختي سوسو حبيبتي بعتت لي تلغراف وقالت لي يا عديله احضري حالا لامر هام. سوسو عملت كده؟ طبعا اختي حبيبتي عايزه تخدمني مش زيك وابني زي العقبه بالظهر. يا عديله انا اول واحد يفرح لك لما تتجوزي، بس يعني حبكت على ده؟ عارف لو ما اتجوزتوش هلبسه قضيه واسجنه ولا انوش يتجوز غيري. خلاص هجوزهولك. يديني كلمة. ماشي. وفهمه اني هزعله كل نصيبة يروح فيها. ماشي. ولازم تفهمه كويس ان الكلمة كلمتي والشورة شورتي. ماشي. وان كل فلوسه كل فلوسه تبقى في جيبي، وان ما كانش عاجبه ياخد على نفوخه. حاكم الصف ده انا بقى اعرف امشيه كويس. ماشي. ما تسرحيني يا ماما. اوام يا ماما. ما تسرحيني يا ماما. اوام يا ماما. طاطا طاطا. نعم. عايز كاس؟ لا عايز الدوري. كاس ايه؟ عايز الجهاز. حاضر. تفضل يا معلم. هاتي سكي. الو ايوه زربة الرومي يتحدث. الحمد لله على السلامة. ايه يسلم لي بوقك تسلم لي انفاسك يا جميل. مع السلامة. البضاعة وصلت. ألف مبروك يا معلم. عايزك يا حياتي بقى تعملي لي واحد شاي بالعنبر. سخنة يا حبيبي، أنت بتدهشن، ده أنت ممل. عايز إيه؟ جانب تمنع البضاعة. وصلت والجو راق وارتاح البال. وطمن القلب العطشان. أنت أحول، كلمني أنا هنا. روح قول للثعلب يجهز. خلاص البضاعة وصلت. عينيا. ما تروح يلا. عينيا. ده أنت تلح أوي. اتفضل مع السلامة. خد ده وراك. مش عايز اشوف خلقتك هنا تاني. بقول لك ايه؟ عينيا. هخطف رجلي بس لغايه الرجاله بتوعي عشان ابايت عليهم يسبقوني على النقطه الحصينه. بالسلامه يا معلم. اديني يا حصين. ايه
ازيك يا سيد؟ هرب البضاعة اللي هتوصل في النقطة الحصينة ورجالته هيستنوه هناك. حلو، نخطط لك يا روما. طيب تعلم ايه اللي بالعيال ده؟ الله، عيب تعمل معايا كده. مش عايزك تقول لي بقيت الفلوس في مصر. انا راجل وانت عارف حسابك هتاخده قبل ما تطلع العربية. وهو كذلك. الفلوس اللي معاك ما تكفيش. انت عبيطة؟ مين قالك ان انا هدفع له؟ اصحي تعالي. يا ستي انا في عرض كده. ما انا مش ممكن حسيبك. النضارة الخضراء قالت لي انك انت الراجل اللي هتربع معايا، انت هتبقى ابو اولادي. حد خلص مني يا اخوانا؟ لا، وما تقوليش ليه لا، انا لا اناقش. المفروض دلوقتي ان السفينة رمت البضاعة في البحر، والمفروض انك تجيب من البحر وتدي للي جنبك، واللي جنبك يدي اللي جنبك، واللي جنبك يدي اللي جنبك، يدي اللي جنبك لحد البضاعة ما توصل لحد عربية الرومي. فيها حاجة دي؟ لا. والمفروض البضاعة دي ايه؟ انت مالك انت؟ ارجوك يا استاذ عطا. هو تمثيله محلاه. خلاص انا المخرج، انا لا اناقش. المفروض ان دي مخدرات. فيها حاجة دي؟ يلا اتفضلي. يعني اتفضلي، يلا اتفضلي، يلا هنصور. بسرعة ناولين الحبل. ديكا Thank you.
احنا برضه معلمين كويسين قوي. الله، كل احسن ساعة وهنطلع بكفالة. بس يا جدعان اهو قال لك بس. انا عاوز اتصل بالنقابة. من امتى المعلمين ليهم نقابة؟ تمام يا فندم. مفاجأة مش كده؟ البوليس طول عمره صاحي ولا يمكن يفلت منه المجرم مهما كان ذكاؤه، لأن مهمة البوليس حماية أمن الوطن والمواطنين الشرفاء. طب لما العملية كده ليه البوليس كان بيراقبني ويفتش عليا؟ كان بيغطيني يا زبادي. يا فندم انا ماليش علاقه بالجماعه دول ابدا. عارف انك انخدعت بسلامتني واعتقد النيابه هتراعينا. اترينا معلمين ورق يطلع سيد ابو شفه بتاع في المسباره. يا ريت اكون درس ليكم ولكل واحد بيحاول يمشي في الغلط.